التونسي لمحو خيبات الجولات الفارطة ونادي حمام الأنف لتأكيد فوزه ضد قوي في القفصة. هو عنوان ديربي العاصمة واللي بيشجمع زوز فرق على ملعب الشيدلي زويتن دون حضور جمهور وبإدارة الحكم سعيد الكرتي. البقليوة وبعد تحقيقها لزوز انتصارات في الزوز الجولات الأولى تعثرت أمام الملعب الجيبسي في الجولة الثالثة لتتعادل في الجولة الرابعة أمام الاتحاد المونستيري ولتعود للهزيمة الثانية أمام النجم الرياضي الساحلي على الملعب الأولمبي بسوسة. أعتقد المباراة اللي احنا فقدنا فيها شوية التركيز نتاعنا هي مباراة ملعب الجيبسي اللي خلتنا ممكن نخسر النقاط كنا نجمو نتفاداهم، أقل شيء ما كناش نخسر المباراة نظرا لكما قلت لك الرولاشمون مونتال صار في المباراة هذيك. مباراة اللي بعدها ضد مستير كنا باهين، كنا كيما المباراتين الأولانيين، عملنا خطأ على كرة ثابتة كلفنا خسارة زوز نقاط. مباراة النجم الساحلي كانت مباراة مع فريق كبير في سوسة، قدمنا مستوى محترم لكن مرة أخرى ما توفقناش على مستوى التجسيم وعملنا أخطأ. ففي كرة قدم كي تعمل أخطأ وزيد ما تجسمش أكيد أنك ما تفوزش، هذا اللي حصل. نقعدوا رايفين، نقعدوا مركزين، ما صار حتى شيء في الشامبيونا لحد الآن. الوضعية نتاع الفرق الكل متقاربة، نخدم على رواحنا تو تجي الانتصارات وتو نرجعوا للسكة صحيحة. المقابلة الجاية ضد حمام الأنف، ونعرف حمام الأنف زاد هو يعاني شوية في المجموعة نتاعكم، ظهر لي مباراة مصيرية السي غازي الغراري أكثر من جواريت، خاطر نعرفوا أن كرة القدم في تونس هي كرة نتائج. لا لا لا، مش بالنسبة لي، أنا تعودت بالوضعيات هذه، ماهيش مصيرية الغازي الغراري. لا، احنا عندنا باركور نتاع شامبيونا إلى حد الآن لو بيلون ماهوش خايب، كنا نتفاداو بعض النتائج السلبية، لكن زوز مباريات هذوما مطالبين باش نداركو. مباراة حمام الأنف مباراة صعيبة، مباراة مهمة. حمام الأنف راجع من نتائج إيجابية بعد البداية الصعيبة، كل فريق شوف يمر بفترة صعيبة، اللي يفوز لكن بعد ما يعملش نتائج اكيد لانه الفرق الاخرى تحضر له، اللي ينهزم ويدخل في سلسله نتاع نتائج سلبيه اكيد بعد مش يدارك ويعاود، معناه يكون تركيز اعلى والحماس اعلى. فهذه وضعيات اللي نتحطوا فيها. بالنسبه للنادي نتاعي صحيح عن ثلاث مباريات ما فزناش، مباراه هذه حساسه ان شاء الله نفوزوا فيها باش اون كالم لي زيسبري قاد الرجل، وان شاء الله معناها مباراه نتوفقوا فيها. قبل نادي حمام الأنف افتتح الموسم بهزيمة ثقيلة أمام جوهرة الساحل ليتعادل أمام الملعب الجيبسي في الجولة الثانية وينهزم مرة أخرى أمام النادي الصفاقسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، وفي الجولة الرابعة يتعادل سلبا أمام أمل حمام سوسة على ملعب بوعلي الأحوار ليحقق أولى الانتصارات في الجولة الفارطة أمام القوافل الرياضية بقفصة. تلقى معنا أربع ماتشوات الأولانيين تعمل دو ديفيت ودو نول، سورتو عندك ليتوال والصفاقسي كما قلت لك، من بعد الماتش اللي بيه الفايدة اللي هو ماتش قفصة تربحوا، دونك
نصور معناها بيلون باهي ماهوش خايب برشا ماهوش كاتاستروفيك. هنا طوندون ماتش ديربي كما قلت كونتر السعاد ومن بعد عنا المسير لهنا في تونس. يلزمنا نلمدوا اكثر دي بوان على خاطر عنا روتور صعيب. عنا كان ثلاثه ماتشات في تونس والاخرين الكل دي ديبلاسمون بعد. Et les trois points, c'était très important, bien entendu. Il fallait renouer avec la victoire. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que nous avons fait avec les joueurs, avec le staff technique. On avait bien travaillé, préparé ce match dans de bonnes conditions. On était vraiment concentrés. On a eu le mérite et la récompense de le gagner. Donc, c'est vrai que. انتصار مستحق أمام القوافل وثلاث نقاط تجعلنا نواصل العمل والتحضير لمباراة الملعب التونسي في ظروف طيبة عن طريق حصص تدريبية مكثفة وهدفنا إنقاذ الموسم. travailler avec une victoire et préparer avec de la sérénité le prochain événement c'est aussi important. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est appliqué de faire. À ce jour, d'ailleurs, à la séance d'entraînement que vous venez d'assister, était une séance d'entraînement assez intense, riche en contenu. Il y avait beaucoup de choses à travailler. C'est ce que nous avons fait avec beaucoup aussi de motivation, de détermination. Donc il y a eu beaucoup d'application et de concentration sur cette séance. Et ça ne fait que confirmer là, notre volonté de progresser tous ensemble et de réussir notre saison. Nous avons mis en place les trois points. Nous avons mis en place les GAFSA concurrents directs. كنا نستنى في ريزلتا من خير في صفاقس مالوريزمون معناها عملوا ماتش نول هكاك معناها نبعدوا اكثر شويه على قفصه وحمام سوسه مي بون ليسونسيال اللي علينا نحن عملناه بالمانيير وبالسكور. بزوز انتصارات وزوز هزائم وتعادل وحيد نجد الملعب التونسي في المركز الخامس لحساب المجموعه الثانيه بسبع نقاط يليه نادي حمام الانف بخمس نقاط بعد تحقيق زوز هزائم زوز تعادلات وانتصار وحيد. ديربي يوم الأحد قد يغيب فيه الأداء باعتبار وأنه كل فريق مطالب بالفوز.